قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا قيم 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 قيم. هل أنهيت واجبك المدرسي يا نورة؟ ها قد أنهيته يا أمي، يبقى فقط الجزء الخاص بالرسم الذي وعدت زميلاتي بإنهائه. حسناً، أتركك الآن لكي تنهيه يا صغيرتي. حسناً، تبدين جميلة بتسريحة شعرك الجديدة. أوه، أنا متعبة. الرسمة لم أقم بتلوينها بعد، يجب أن أنهيها قبل الغد. أوه. أمي، هل تكملينها عني؟ أشعر بالنعاس. لقد أضعت وقتك باللعب أكثر من اللازم، وهذا واجبك يا ابنتي، وقد وعدت زميلاتك بإنهائه، عليك الوفاء بهذا الوعد. أنا متعبة. لقد كان لك اليوم بكامله، لكنك تهاونت في أدائه. إنها رسمة جميلة، أليس كذلك؟ صحيح، وإن شاء الله ستفوز في المركز الأول بعد أن تنهي جزءك الخاص منها. نعم، سأفي بوعدي وأنهيه بلا تأخير. تعالي أكمليه هنا وسأكون إلى جانبك. Oh, 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 oh,